جزائر الانتصارات مكسب الإنجازات. وعن طرد الدل فلتحيا جزائر التي ما انحنت. كان نصيب ولايتنا ولاية ورقلة 1326 سكن من أربعة أنماط. النمط الأول هو السكنات الاجتماعية 458، السكنات الريفية 113 سكن، والتجزئات الاجتماعية 610، علما أن التجزئات الاجتماعية يستفيد صاحبها من ثلاثة وثائق مباشرة، هي وثيقة التمليك، وثيقة رخصة البناء، ووثيقة الدعم التي تمنحها الدولة، وهو 100 مليون سنتيم للبدء في أشغاله، وينجز سكنه حسب النمط، نمط المنطقة، النمط الصحراوي، النمط الذي يرضيه. والنمط الرابع هو سكنات المدعمة الاجتماعية المدعمة للبيئة 145،